الحرقة. الخبرات تعني واحد الكاميون ديال الحراقة قسما بالله. بأن أنا ما فهمتش بأنه هذه أمثلة ديال الكاميون ديال الحراقة. ما العلاقة عند الحراقة؟ فعلا هو المكتب ديال محاربة الهجرة السرية هي اللي دارت الخبرة. غادي يكون عامر كاميونات ديال الحراقة ومشى حشاها في الخبرة ديال توفيق بن عشرين. راه كيخربقوا.